يميني مش شمالي. ده محترف يا راجل، مش شمالي عشان انت تقول بقى. طيب مش انت مش طالع تاني، مش بتقول هو احسن واحد في القناه؟ طب ما انت مش طالع تاني ده محترف دخل. طيب نرجع احصائيه بمناسبه مولوديه ابو سالم. اتفضل. انا معايا احصائيه بتقول ان بالنسبه للطايره ان النادي الاهلي، ما هو خلي كل حاجه لوقتها يعني. لو هتتكلم بقى دلوقتي في العاب الصلاه، يلا اتفضل. ان النادي الاهلي اكتر نادي في افريقيا تتويجا بالبطوله الافريقيه، اللي احنا كنا الصوره اللي كنا عارضينها، اكتر اهي اكتر نادي في افريقيا توج بالبطوله الافريقيه للانديه البطله لكره الطايره اللي احنا خدناها امبارح. تمام. النادي الاهلي اخد 16 مره. كم؟ 16 مره. كم؟ بفرق 10 عن الصفاقسي اللي هو الثاني. ماشي. مين هم 16 مره؟ سنه كام؟ 80 و83 و95 و96 و2006 و2004 و2003 و97 و2010 و2011 و2015 و2017 و2018 و2019 و2022 و2024 بطل النسخه الحاليه. الصفاقسي 6، الزمالك 5، الترجي 5، الافريقي 3، النجم 2. انا الصوره دي بتخليني افتكر مقوله الكابتن عصام الشوالي لما قال لولا وجود النادي الاهلي في افريقيا كل كانت الانديه التونسيه لا شان اخر. لا شان اخر، صحيح. كل امان صح. يعني حتى في الالعاب الاخرى هي الصوره اهي. بص الصوره اهي واضحه جدا. الصوره دي شيل منها، شيل منها النادي الاهلي. هتتكلم في منافسه خمس انديه، اربعه منهم تونسي. والاول مولوديه ابو سالم كمان. نعم. مولوديه ابو سالم تحت اللي هو اخذ لقب، هو بس لقب وحيد. ماشي. لكن اقصده طبعا انت بتتكلم الترجي طبعا اسم اكبر من ابو سالم، والافريقي اكبر، والصفاقسي في الفولي بول كويسين طبعا، بس هم اعتقد بقى لهم كذا سنه من 2013 بعده اعتقد دي برضو بسبب الظروف الماليه عندهم. فدي حاجه مهمه قوي يعني. بص الفرق ده برضو نجاح، والسنه الوحيده اللي النادي الاهلي ما خدش فيها افريقيا احنا خدناها 18 و19، ما خدناش 20 ولا 21، خدناها 22، ما خدناش السنه اللي فاتت ورجعنا خدناها 2024. الحقيقه اذا كان هناك من يستحق التحيه بعد جمهور، بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى اللي بنشكره على كل هذه الانجازات الكبيره جدا اللي دايما بنفتخر بيها، يجب ان نقول ان دور الجمهور الواضح جدا في هذه الامور، ودور مجلس اداره النادي الاهلي في كيفيه الاختيار لمدير النشاط الرياضي، ومدير النشاط الرياضي في كيفيه اختياره للمديرين الفنيين في كل لعبه من هذه الالعاب، وطبعا دور الله يرحمه الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي في المسانده، لانه كان هو المفوض من مجلس الاداره في هذا الامر فيما يخص في العاب الصالات. في بالنسبه لدور الجمهور في لقطتين حلوين قوي امبارح. في لقطه بتاعت سيف عابد لما كان بيغني مع الجمهور، لما حضرتك بتقول سيف جميل هو كان بيغني مع الجمهور، فده جمهور النادي الاهلي امبارح كان بصراحه هو دايما سر الانتصارات، بس امبارح بالذات كمان لقطه الكابتن الخطيب وهو كمان كان بيغني مع جمهور النادي الاهلي. الكابتن بيغني دايما الحقيقه. يعني بيحب برضو كده، لان الصاله هناك بتبقى عكس الماتشات القدم. يعني انا لما بحضر الماتشات الصالات الاخرى تحس هنا بسخونيه اكتر، لان بتبقى قريبه قوي ومقفوله، الصوت عالي ومقفوله. خلي بالك عكس ملاعب القدم، ملاعب القدم بتبقى الصوت بعيد شويه، ملاعب الصاله بتبقى قريبه، فانت بتبقى قاعد يعني ايه، تحس ان سخن معاهم بقى، عايز تقوم تشجع معاهم. فاهم؟ في لقطه اللي هي بتاعت الكابتن الخطيب دي هجيبها لك، بس هو هنا بيتصور برضو مع الجمهور. ما هي دي لقطه الجمهور برضو، هو هنا الكابتن خطيب باعتباره طبعا رئيس النادي الاهلي وكل حاجه، ولكن اسطوره كره القدم. ودي لقطه ثانيه مع عبد الله عبد السلام. انا دي بقى بالنسبه لي هي وجهه نظري انا، حياه الرياضي ولاعيب الكوره او الطايره او السله او الرياضي بشكل عام، وجهه نظري في هذه اللقطه. يعني انا احب اللقطات دي قوي، احب اخد اركاس واطلع في وسط الجمهور مع اني ما كنتش بعملها، ولكن يعني احب اللقطات دي، احب اشوف الجمهور وفرحه الجمهور مع اللاعبين. بص الجمهور فرحان ازاي، تحس ان هو اللي واخد الكاس. يعني انت متخيل الفرحه والحلاوه الفرحه؟ بص فرحانين بعبد الله عبد السلام ازاي. لا وكمان لعيبه الطايره يا كابتن اسلام السنه اللي فاتت ضغطوا ضغط شديد، ضغطوا ضغط شديد صحيح. الموسم اللي فات كان صعب جدا، هم بقى لهم 30 سنه بياخدوا كل حاجه. ما هو برضه يعني ما تزعلش مني، يعني بقى لهم 30 مش 30 يعني، ولكن بقى لهم مده طويله جدا بياخدوا كل حاجه، فما فيش مانع ان يعني قالوا لا ايوه قال لك على عبد الله عبد السلام ده يعتزل، واحمد صلاح يعتزل. احمد صلاح ده عدى 60 بطوله يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، رياضي اكتر، واخد اكتر من 60 بطوله، وواخد افضل لاعب في البطوله في كل البطولات الثمانيه ولا السبعه اللي خدهم في دوري ابطال افريقيا، بس برضه انا برضه هنا يعرفك قد ايه قرار تغيير المدير الفني طبعا اثر كمان على اللاعبين الكبار في يعني رجعهم. انت بتتكلم فعلا الاهلي السنه دي ان هو يكسب فريق زي فريق ابو سالم
فانا بتكلم صفر. الفرق ما بين لا وثلاثة صفر وليدنج ليدنج فجوه ليدنج ليدنج في فجوه في فجوه لا بعيدا عن الاشواط كلها اللي فاتت وزي ما كريم بيقول مباراه بوسالم تحديدا لا فرقه صحيح سرناش ولا صورة افراح صورة جميله صورة. ويا رب دايما كتر افراحنا ويا رب دايما يعني دائما ما يظل وجميله النادي المشاهد اللي جايه في عيد ميلاد النادي الاهلي بالظبط فجايه مشاهد جميلة, جميله جدا. وبرده بيني وبينك انا اصل انا كابتن خطيب بالنسبه لي وبالنسبه للجيل بتاعنا يعني رئيس نادي الاهلي طبعا كل حاجه ولكن في نفس الوقت بالنسبه لنا هو حاجه تانية صحيح يعني رمز بالنسبه لنا يعني انا بالنسبه لي كابتن خطيب كذا وكذا 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 وبالنسبه اعتقد ايضا لمجموعه المجموعه اللي موجوده كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن احمد أيوة. صلاح الاساطير اللي هي الكبيره دي بتشوف الكابتن كمان بشكل مختلف بتشوفوا باباهم اخوهم الكبير يعني زي ما عايز تقول قول مجرد وجوده في وسطهم هم مبسوطين وفرحانين مع احترامنا الكامل لكل اعضاء مجلس الاداره ولكن